Thank you.
بين كلا وسائل النقل المتورطة في حول الجزيرة، فكان شفوا السيارات الخصوصية هذه السيارة الحديثة يعني تشكل 2010 كانت هي الخصوصية الحديثة. السيارة الأخرى من الصنف التعليمي ومن القطاع فيه، فكان واحد من الأول صوفيين ما بين 2016 و 2017 كانت 2017 الحديثة. كاين تطور كبير العدد ديال حوالي بالنسبة للدراجة النارية بحوالي ديالها هي من 255 في 2006 حتى 566 في 2006، لأن هذا الشريحة ديال الطائرات الحافلة الدراجة النارية كتكون في الشريحة ديال مشتملة الطائرات العادية من الحماية، إذا ما عندكمش واحد الدراجة اللي كيحميهم وتقريبا جميع الحوادث اللي كانت وقعت فيها هذه الدراجة النارية كانت حوادث مميتة. Gracias.